دكتور محمد، أنا النهاردة علشان أقول أنا عندي انتخابات رئاسية فيها 4 من المرشحين بمختلف أيديولوجياتهم، توجهاتهم، انحيازاتهم أو انتماءاتهم الحزبية إلى آخره، أو مستقل إلى آخره. أنا بقول إنه هذه الانتخابات لها علاقة حقيقية بمسألة الاستقرار السياسي. إلى أي مدى الانتخابات بيبقى ليها أثر على الاستقرار السياسي المستقبلي مش بس الآني؟ يعني الحقيقة الانتخابات اللي هتبدأ في داخل مصر غدا إن شاء الله لها شقين، شق مرتبط بالدولة المصرية وشق مرتبط بالمرشحين. وأنا هبدأ بالشق اللي مرتبط بالدولة المصرية لأن أعتقد إن هو في غاية الأهمية. يعني إحنا بالتأكيد بنتكلم على دولة مصرية جديدة بدأت مع حراك المصريين في 30 يونيو، وأنه كل المرشحين في هذه الانتخابات، مرشحين الأربعة، هم أبناء دولة 30 يوليو. الدولة دي زي ما ليها أبناء ليها أيضا أعداء. أبناء دولة 30 يونيو والشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو كان هدفه الاستقرار وهدفه التنمية، وبالتالي كل اللي مؤمن ب 30 يونيو مؤمن بالهدفين دول. في الجانب الآخر هناك خصوم وأعداء دولة 30 يونيو اللي بيتمنوا يا إما هدم هذه الدولة لبناء دولة جديدة على أسس مختلفة، أو إنه هذه الدولة تعيش في مشاكل وتحديات وعدم استقرار دائم. وبالتالي أنا أعتقد الناخب اللي هيخرج بكرة يجب أن يضع هذه القضية في ذهنه. يعني دولة 30 يونيو محتاجة مساندة، محتاجة اللي مؤمن بهذه الدولة يخرج ويقول أنا ما زلت مؤمن بأهداف هذه الدولة وما زلت ضد خصوم هذه الدولة.